الله أكبر. هذه هي إصلاحات بشار الأسد. ضرب البيوت بالصواريخ والدبابات بالهوائل. وين أنتوا يا إسلام؟ وين أنتوا يا عرب؟ وين أنتوا يا دول عربية؟ هذا بالبيوت. بعثوا الشباب. هذا بيجوز بروح ما يدوم بالبيوت. عربك يا عرب، هذا بيتي أنا. أنا بيتي. أنا الطبان محمد هرموش. هذا منزلي. هذا بيت أهلي. دمروا. قصوا شايفين بعينكم؟ الله أكبر عليك يا بشار. هاي الإصلاحات بيغسل الدين الصواريخ. هذه هي هيك. هذا هو هيك الإصلاحات بشار. تعال يا شامي هون. الله أكبر. هذا البيوت كلها. فجر كل شيء. ما خلى شيء. السلام عليكم. الله أكبر. هاي إصلاحات بشار الأسد هيك بصواريخ دول العالم. الله أكبر. وين انت يا عرب؟ رح نحكي كلمة ما في تراجع بنوم، حتى لو شو ما كان، لو يهدم البيوت ويقتل أهالينا ويقتل الشعب كله، ما بنتراجع إلا بسقوط النظام وبسقوط بشار وأخوه ورامي مخلوف وكلهم. هدول خاينين الكلاب، دمروا العالم، دمروا الشعب، دمروا بابا عمر، دمروا سوريا كلها. الله يغضب عليهم بجاه سيدنا محمد. هن والخونة، هن والصين وروسيا. نحن ما لنا غير الله. حمس بابا عمر.